عودي معكم للمتابعه، بحيي كل يلي انضموا لالي هلا. طبعا مكملين لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، يوم سبت مثل هالوقت ملتقي مع عامر ولنتعرف على كل شيء جديد بالتكنولوجيا من معلومات ومن طبعا ديفايسز بيكونوا موجودين معنا بالاستوديو. اليوم رح نحكي على دي جي سبارك. شو عنا 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 شو شو عنا؟ حطوا بومبر. هيك هون هون عم تعمل اوامر. انا هون سيد استوديو، حطي بومبر. انا هون المسؤول باستوديو، انت مسؤول بالكنترول روم. بومبر. اي نو حبيتك. صح. صباح الخير للمشاهدين. عمر لاحظت عايدة ما ردت عليك؟ بلا ردت. لا بلا نظرتني لأنا قالت ردت 100% بس unfortunately انه انا عم بس عم بخفف على المشاهدين. ما تحكي ما تكمل. صعالي. مش ضابطه معك. صعالي. مش ضابطه معك. اللي بقول لك الفلوريك بس انه رجع. بتعرف انا رجع اقراها. اكثر شيء بسفرتي اشتقت لك. خزق على الورق اصلا. اكثر شخص اكثر حدا اشتقت له هو انت. شعور مش متبادل. بعرف. بتغار مني. صباح الخير ستيفان. صباح الخير لستيفان معنا على الطاولة. ستيفان طبعا همبر سوميان، رح نحكي عن دي جي اي سبارك ريفيو. صح هذه هي؟ صح مزبوط. اي هو بقولها بسرعة حتى اذا لغبت انه ما لانه اول مرة بشوفها. اول مرة بشوفها وعجبتني. كنا عم نحكي عليها تحت الهواء. عامل لك سمع. ستيفان صباح الخير واهلا وسهلا فيك. بس اقول للمشاهدين انه ستيفان منه يعني منه شخص عادي بالنسبة لكثير ناس من اللبنانية. هو شخص علم كثير لبنانية على الهوبيز يلي شوي غريبين من الار سي ريسينج كارز، سيارات على ريموت كنترول. عم نحكي البروفيشنال. كنت انزل عنده على المحل، كان عمري تقريبا 12 سنة او 13 سنة. بيعطي دغري كريدتس لحاله انه هو صغير. انا ماني صغير واستفاه منه كبير اصلا لما بلش بمحله ولما كان بالحمرة وهلا كمان على جل الديب. يعني اليوم تطورت الهوبي من سيارات على ريموت كنترول الى طيارات على ريموت كنترول اللي طلعنا صورناهم سوا كمان بالمدرج وعملنا حلقه كثير رائعه 100%. وهلا اليوم عم نشوف الدرونز معك. اهم شيء بهاللي قلته انه نقلنا نحن من بعده مراحل، بس الهوبي هي ذاتها يعني ريموت كنترول. اذا بدك ديفايسز عم نتحكم فيهم، سيارات طيارات واليوم الدرونز. محلك بيستقطب كثير من الاشخاص وتليفونك ما هدي من الصبح لهون. اجى تليفونات اكثر ما بيجي على شركات الاتصالات، عرفت علي كيف؟ كله عم يسال عن الدرونز والافيلابيليتي. عرفوا طالع معك. ولك معقول كثير عضلك. بس بالفعل برافو. يعني بلشنا بالسيارات اللي عم تقول كان يشوفهم قبل سيارات على ريموت كنترول، وصولا لهيد هلا يعني عم تفكر القصص الدارجي. ليك مش بس كنت تشوفهم. كنت زبونه. كنت زبونه. التكنولوجي ما حد ما. بس انا بدي شغلي شو انه هيدي اختراع شخصي يعني حتى عم لا لا هلا حنحكي عنه. برودكت جديد. برودكت جديد اول مره، اول وصوله على لبنان. نعم. رح نحن كنا فرجينا كليب عنه من اسبوعين، وعدنا المشاهدين انه يكون معنا بالست باسرع وقت، ولما حكينا استفاه دغري عمل اللازم انه يكون موجود على السات معنا بشكل لاول مره عم ينعرض على التي في ولاول مره بلبنان. اكيد حنحكي عن دي جي اي سبارك هلا اكيد، بس قبل هيك بشكل سريع قل لي عن دي جي اي، يعني شو هي دي جي اي؟ دي جي اي براند نشات بال 2011 10 وبلشوا بدرون صغير اسمه فانتوم 1 وركبوا فيه سيستم جي بي اس لتوقف لحالها. صار مستر ايفريبادي بدقيقتين بيتعلم على سوقتها. كانوا 20 شخص، اليوم دي جي اي بس بهونغ كونغ فوق 3000. اوكي اوكي وين وورلد وايد ليدرز بهال برودكتس. كل شيء فلاينج درون، كل شيء فلاينج درون، فلاينج كاميراز، ذا ليدرز. يعني عندنا الفانتوم 1 فانتوم 2 3 4 اليوم اكيد في ديفرنت فيرجنز منه، الادفانس والبرو وغيرها. صح. في عندنا كمان المافريك، في عندنا في عندك المافيك، المافيك المافيك اللي هي اول ديفايس نعمل سوبر بورتبل. وفي عندنا الكبيره انسباير 2، انسباير 1 وال2 بعد في اكبر اكزاكتلي. هذول يعني البروفيشنال اللي عم بيكونوا
واللي عم تصور فيهم افلام وغيره 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 وغيره. هودي ماكينات كبيره بتحمل كاميرات كبيره مثل الاري مثل الراد هي الكاميرا بتكون بقلبها طبعا، بس الصوره وين بتروح؟ بتروح مثلا على الموبايل؟ الصوره الريكوردينج للفيديو بيكون بالاس دي كارد. اوكي وفي فيدباك على الموبايل على بتشوف الصوره لتشوف شو الكواليتي شو عم بتصور طيب. النقله النوعيه بسبارك اللي العالم ناطرتها انه شفنا نحن تسلسل بالكنترول، يعني بلشنا من جويستيك او الكنترولر بالفانتوم 1 صح. انتقلنا بعدين بعد بالفانتوم 2 ادفانسد او وبعدها شفنا الانترودكشن تبع الموبايل فون بالطيران، يعني واي بوينتس وغيرها وغيرها صح. بعدين رجعنا وصلنا لديفايس فيك تطيرها 100% من الموبايل فون، واليوم عم نشوف اديشنال تو ذا موبايل فون بدي جي اي سبارك الجستشر كنترول. جستشر كنترول، خبرنا شوي عن السبارك. اول شيء قول للمشاهدين اول باتش وصلت للسبارك قد ايه قعدت عندك بالمحل؟ ساعه. كم وحده؟ اكثر من ساعه. كم وحده؟ اول باتش ما كانوا كثير 15 بس ما بينوا ساعه. اليوم الدي جي اي ما بقى بده حدا يعمل له ماركتينج. هن الدي جي اي بيعملوا الماركتينج وورلد وايد ثرو سوشيال ميديا، يعني بيوصل البرودكت ready to be sold. استفان ضد الكسر اذا وقعت؟ لا ما في شيء ضد الكسر. كل شيء بيوقع من العالي بينكسر. ايه بس هي عرضه لتوقع ممكن ولا لا؟ عرضه اذا غلط من البايلوت، بس هي لحالها مستحيل توقع. قبل ما نشوف الديمو بقلب الاستوديو، يعني قبل ما نشوف الديمو، حنشوف شوي هلا اذا بدك هيك نحن عم نحكي مشاهد من الاد تبع دي جي اي سبارك، وحنشوف الديمو نحن هون اكيد هلا عايده بتعطينا المشاهد. قديش صعبة تطير اليوم دي جي اي سبارك؟ من صعبة ابدا، ما يعني بعد ما في شيء هين مثل الدي جي اي سبارك، بعد ما اخترعوا شيء. خلينا نشوف الفيجوالز بس فيتشر، يعني خلينا نشوفه نحن عم نحكي، ما نطلع ما طلع ما ناخذ الصوت، خلينا ناخذ بس الفيجوالز بليز. شو التولز اللي بده اياها الشخص ليطيرها؟ اذا ما عنده تليفون في يستعمل ايده، بعدين بيجي التليفون، وبعدين اكسترا في ياخذ ريموت كنترول لتروح مسافات شوي ابعد. اوكي سؤال، رح عم شوف شوي مع المشاهدين فيجوالز عن السبارك، وانه اللذة فيها انه صغيره، يعني بورتبل مانا كتير كبيره، وهون عم بتطير عن طريق الجستر كنترول وغيرها. هلا خلينا نشوف اذا فينا نرجع على الاستوديو، خلينا نشوف معك ديمو عن السبارك كيف فيها تطير بقلب الاستوديو. يعني المشاهد اليوم هلا مثلا اول مشهدين شفناهم بالبريه بالوايلد بالاوبن، بس اليوم هاي السبارك بتطير بكلوزد ارياز صغيره، يعني انت هلا فيك تطيرها هون من دون تليفون من دون شيء، يعني هلا حنشوف مع المشاهدين انت ايه رح يطيرها ورح يتم يعني رح يعمل لك كنترول من دون تليفون. هلا طبيعي مش رح نقدر نعمل كل الفانكشنز لانه في عندنا سقف اكيد، اوكي ما فينا نعليها 100% مشكل الكنترولز، مشكل الكنترولز، واكيد بضل في قصص عن التليفون بتعوزهم مثل الفولو شوت والفولو شوت وغيره من هالامور صح. يعني دائما اسينشال انه يكون التليفون موجود، بس فينا نطيرها وناخذ سيلفي من دون من تليفون، بدون تليفون. خلينا نشوف سوا معك يلا. اوكي ليه حاسك مصدق؟ لا ولا شو اول مره بشوف دون بس بلا تليفون، هذا عم بفكر او بلا ريموت كنترول المضطرين بلكي تقوم تنزل عليك مثلا عمر ايه. هلا يلي عم بيعملوا صفاء انه عم بيخلي السبارك تتعرف عليه. اوكي عم تتعرف على وجهه هلا بصمة العين يعني الوجه فيشل ريكوجنيشن ضويت اخضر تعرفت عليه ضارب. هلا عم يتحكم فيها بايده، عم بيعلي ولا ويوطي يمين شمال، بس يعني للمشاهدين يعرفوا انا رافع ايدي وجوزيف رافع ايديه، ما في حدا معه تليفون والشباب يلي ورا معهم تليفون شيء حلو كثير. اوكي هلا استيفان بيقدر يتحكم فيها، بيقدر يقول لها ارجعي لورا، شايف كيف عم ترجع معه؟ بس لفوق قد ايه فيها تطلع لفوق؟
بالايد بين 15 وال 20 متر على قد اي بالريموت كنترول فينا نطلع على ال 100 متر. هلا فيك تقول لها انه فيك تاخذ سيلفي؟ خلينا نشوف بس خلينا نشوف على الكاميرا كيف عم تعمل الساين. نو واي اخذت سيلفي عم بتضوي احمر الستار ريدي فوتو دان اخذت الصوره سو طياره اخذ سيلفي هي وطايره من دون تليفون يعني عم نتحكم بالدرون كومبليت كنترول عليها من دون تليفون هلا ايه الا ترجع بليز لا ولا شو عم تربي حيوان ايه حيوان صغير بالبيت هلا عم بقول لها ترجع نو واي انتهت لا شغلي تفضل عندك تفضل لا شغلي شو رايك؟ هلا اكيد في جستشرز اكثر يعني كان فينا نقول باي بتروح تطلع لحالها بدكم تعرفوا انه بضل شو ما كان الكنترول شو كان الاوردر المطلوب منها راح يضل الشخص اللي عم بيطيرها بنص الكادر وهو المسؤول عنه راح يضل هو بنص الكادر ما شو ما صورت ما قدرنا نبعتها كيف ما بنبعتها الشخص اللي عم بيطيرها بدي اقول لك هي رح تعمل كالكوليشن وراح يضل بنص كادر الصوره على يعني بتحفظه لتشوف شو عم بيعطيها صحيح. مش بس هيك لا مش بس هيك حتى مين ما تجمع حواليك واخذت السيلفي انت بنص الصوره اي يعني موجود بالصوره موجود ايه موجود بالصوره بس ما بتاخذ الاوردر الا من هذا الشخص اللي تعرفت عليه صح نحن هون ما بعتناها يعني كان في استيفان يبعتها لبعيد ما بعتناها لانه مشان ما تضرب بالاناره او بالست اللي راكب فوق بهالطريقه هيدي نحن عملنا كنترول بس انت فيك تبعتها بعد بعيد وقال لك 15 20 متر بالايد وعلى ريموت كنترول لل 100 متر بتوصل فينا نوصل لل 500 500 متر صح لانه جي بي اس وما بدنا ننسى كمان اكيد انه هي بترجع لحالها اذا طلعت برات هذا البطاريه قد ايه بتضاين 16 دقيقة continuous flying ايه وهي interchangeable هينة كتير دغري بنفكها وبنغير بطارية وبطاريات موجودين اذا بدنا نجيب additional batteries نشارجهم لحالنا اكيد فيعني شفت جوزيف انت بعتها طيرتها من دون كاميرا من دون تليفون صورت حالك سيلفي انت بالنص شغلة انا شفت شيء على اليوتيوب بتصور هيدي كنت انا مستغرب ليه حاطينه كانه عم بيرقصوا باوبننج لايفنت كبير باليابان بتصور او شي مطرح واللي عم بيرقصوا عم بيتحركوا الدرونز حواليهم بهالطريقه بايديهم طيب هم ماشي بس بس تقول لك مشان الكاميرا بتعرفوا انه لو في هواء وعم بتهز الدرون اذا بتشوفوا الكاميرا عليها في اوتو ستابلايز ريل تايم 0.001 ملي سكند وهذا اللي مشهوره في دي جي اي يعني شو كيف ما تحرك التيارة بهالطريقة الكادر ما راح يتحرك الجيمبل ثابت 100% جيمبل طيب خلص وقتنا هيدي وين بنلاقيها عندنا بدرون فريكس بالفيسبوك وبيقدر يستدلوا على العنوان 100% اكيد فيكم تعملوا سيرش على فيسبوك درون فريكس دي جي اي ليبانون اوثرايزد ديستريبيوتورز واكيد فيكم تدقوا لنا لهون انا بعطيكم رقم المحل عند استيفان لانه سيلورو ما عم بيلحق ف سيلورو كمان ما بيأثر ثانك يو استيفان عزبناك معنا اليوم اهلا وسهلا فيك وعلى هالجريت ديمو لدي جي اي ميرسي لكم انا حبيت انه كترتش مي كمان ولا انه بتحكي وبتطلع بعقول بحط لها متفجره وبعتها لعندك بس ما بصدق شغله يلا بس ليك هذا اللي بيشفع لك بس انه بتفتشنا قصص منيحه بقى. هيك؟ طيب. ما في شيء ثاني ما خلص الوقت بدي اطلع ثانك يو ستيفان ميرسي لكم ثانك يو ميرسي لكم سيد باليس هلا عن سيد باليس ولا اذا بتريد جاهزه سيد باليس طيب يلا ابو حميد ورشه ملح يسعد صباحكم من مطبخ عالم الصباح مفكرة ورشه ملح أول فقرة لليوم نهار السبت طبيعي بداية شهر إن شاء الله بتكون بداية شهر حلوة تمتعوا قد ما فيكم بالصيفية خدوا طاقات إيجابية على كل حال هلأ ميلاد كمان بيقويلنا هذا الشعور بالطاقات الإيجابية أول وصفة رح بلش فيها لليوم أكيد ما رح جاهزها كلها لأنه ناطرة بآخر فقراتنا يكونوا كل الوصفات عم يتخلصوا أو عم يجهزوا لايف على الهواء أول وصفة رح تكون هي الكوسة محشية باللحم المفرومة محطوط على وجهها بشمل والجبنة ورح تتدخل على الفرن
بس اول شغله بدي اعملها انه بدي جهز للحشوه يلي بدي احشي فيها الكوسيت. نحن بحاجه لبصله مقشره، بصله بيضاء، نرجع منقليها بشويه زيت نباتي طبعا، ولحمه مفرومه عالناعمه، رح ناخد البصل رح قليه مثل ما قلنا بشوية زيت نباتي، وقلي معه اللحم المفرومة، حط معه قطع من الفليفلة ونكهه بالبهارات العربية لحتى شوي نعملها لهالوصفة وصفة عربية. لكن الزيت عنا حمي، بقطع البصل قطع صغيرة لمتوسطة لأقدر احشي فيها حبة الكوسة. اهم شيء يكونوا الكوسيات منقورين ل كرمال يساعدونا بالاستوى، ما يكونوا سائلين انه نحن وعم نطبخهم ياخذوا وقت كتير. البصلة فرمتها، رح حطها فوق الزيت النباتي. اول ما تدبل البصله طبيعي بنزيد فوقها قطع من الفليفله الخضراء المفرومه، برجع بضيف اللحم المفرومه. بهالوقت هي عم تتقلى البصله، رح جهز للفقره الثانيه الكوسيات بهيدي الطريقه. رح نصفهم مثل ما قلنا كوسه منقور، هنصفهم بهذا الشكل. نحشي كل حبة من الكوسة من هذا الخليط اللي بدي جهزه هلا، نرجع على وجهه بنحط خلطة البشاميل وعو جبنة ونرجع مندخلها على الفرن. طبعا بالفقرة الثانية رح ارجع عيد شو عملنا. اهم شيء جهزوا الكوسة المنقورة المغسلة بمي وملح، صفهم بهذا الشكل وصفة مهضومة وسهلة، حتى فيكن تعلموها لأولادكم. رح كمل حشوتي أكيد بالفقرة الثانية بخبركن شو عملت. رح أرجع لعند جوزيف. الله يديمك لألنا يا ست بلقيس. زبط صوتي؟ ايه عسل ماشي الحال. أخدتي عسل؟ هي فيكي عسل وقرفة؟ لا غليت شوية عسل وعصرة حامض وشربته مش الحال. غليتيه روحتي كل فوائده للعسل على النار غليتيه. ما هلا انا بدي صوتي هلا. رجع صوتي. بدي انصح بدي بس صوتي. ليه رايح صوتك شايف؟ ما انا بالمعرض بالليل بكون عم بحكي وفي مشاوي وفي هيك فكله عم فيك انتبهي انتبهي لنا على حالك يا ست بلقيس. ما قلنا غنى عنك. رح نرجع لك عدة مرات خلال النهار لشوف وصفاتك وين رايحين. لكل المشاهدين مكملين عالم صباح بعد هالبريك، خليكن معنا ما تنسوا تجاوبوني على صفحة الفيسبوك الانطباع الأول بالنسبة لكم على شو بترتكزوا بس تشوفوا الشخص لأول مرة، وكمان في سؤال سألته لفقرة ميلاد كيف فينا نغير طريقة تفكيرنا. إن شاء الله تكونوا جاوبتوني لأنه هلأ بعد البريك رح نحكي مع ميلاد.